ليه هو في حاجة في اللائحة بتقول انه ما ينفعش فنان يقول الفن حرام؟ حاجة ايه؟ حاجة عندكم في اللائحة في القانون للنقابة يقول ان ممنوع اي فنان يقول الفن يعني حرام؟ هو الحد يعني حد يقول على مهنته حرام وعايز يشتغلها؟ انه انا ممكن اغلط، انا ممكن اقول الفن حرام بعدين اقول اغلط. انت شايف الفن حرام؟ لا طبعا مش حرام. لا مش حرام، مش حرام الفن، مش حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. في ناس شايفة حاجات معينة وبتحكم ان ده الفن. لا، هو أريد حلا حرام، هو العائلة حرام، هو المال والبنون حرام، هو الشهد والدموع حرام، هي ليالي الحلمية حرام. هي الحاجات دي موجودة دلوقتي؟ لا، وفي حاجات عظيمة جوه. الاختيار حرام، هو الممر حرام. ردي عليا. انما انت ما تجيش تمسكي في حاجة وتقولي لي لا. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ده المعيار اللي انا اللي انا اللي انا اللي انا مؤمن بيه. وانا لما سألت فضيلة الشيخ الشعراوي قلت له فضيلة الشيخ، وكان في مسلسل كان معانا بطولة النجم حسن يوسف. قلت له، قال لي الآية القرآن، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. يعني الشيخ شعراوي قال لك كده؟ قال لي كده. فبما قال معنى قال لك قال لنا في وشي. فبما معناها ان دي فتوى من الشيخ الشعراوي او رايه ان الفن مش حرام؟ فأما ما ينفع الناس. هل سؤالك كان صريح للشيخ الشعراوي؟ هل سألت الفن مولانا حرام ولا حلال؟ يا مولانا، هل الفن حرام؟ فرد عليا قال لي كده. قال لنا. انا مش بقول لك قال لحد قال لي. ايوه. لا، ده قال لنا وجها لوجه. كنا بنعمل مسلسل اسمه قطار المستغفرين بطولة الأستاذ أشرف عبد الغفور والفنان نجم الكبير حسن يوسف. تمام. وقال لك أنت الكلام قال ده؟ قال لنا. وسألته السؤال صريح، الفن حرام ولا حلال؟ كده كنا ماشيين معاه جنبه، وكان أستاذ حسن يوسف وأنا والزملاء اللي في المسلسل. وأنا قمت رايح له قلت له. ليه سألته؟ ليه اللي خلاك تروح تسأل السؤال؟ عشان اللي بيتقال. ما احنا خلي بالك احنا كنا صغيرين. عايز تعرف الكلام. عايز أعرف. عايز تعرف. عايز آخد من تثق في الشيخ الشعراوي وهتثق في رأيه. أثق في أي حد يديني الفتوى الصحيحة الحقيقية.